وعمليه تجميليه للانف تاعو. كيما راكم تشاهدوا معنا هذه الصوره، وفي طريقه استحواذ الكره رهيبه جدا، لاعب متكون على الطريقه الصحيحه، يحمي وجهه يحمي الانف تاعو في الفريق الاول، وهو موهبه حقيقيه. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش راكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش تعطونا اراءكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم. مرحبا بكم، كل حب والاحترام للجميع. اول شيء نبداو به في هذا الفيديو راح نتكلموا على ثلاث لاعبين مواهب حقيقيه اللي يستحقهم المنتخب الجزائري، ونشوف هذا اللاعبين باذن الله مستقبلا راح يكون عندهم تاثير كبير في المنتخب الجزائري لو كان المدرب والاتحادية الجزائرية تتحرك ويجيبوا هاد اللاعبين للمنتخب الجزائري. بإذن الله راح نستفادوا منهم فائدة كبيرة جدا، لأنه ثلاث لاعبين مواهب مأكدين على موهبتهم أنهم لاعبين جيدين ولاعبين رائعين بأتم معنى الكلمة، اللي هما هاد ثلاث لاعبين كما راكم تشاهدوا معنا. عندنا إبراهيم مازا اللي يلعب في هرتا برلين الألماني ومثل المنتخب الألماني. مازا شحال عمره؟ عمره 18 سنة، يعني مثل المنتخب الألماني في الفئات السنية ولعب مع هرتا برلين في الفئات السنية، وهذا السنة وهذا الموسم في بداية التحضيرات طلعوه للفريق الأول وشارك مع الفريق الأول في مباريات ودية وسجل هدفين وقدم أداء رائع وجميل جدا اللي خلى المدرب تاع هرتا برلين باش يخليه ويكمل يستمر كل الموسم إن شاء الله في الفريق الأول وما يبقاش يلعب مع الرديف، وهذا أمر جيد ورائع جدا لأنه اللاعب أكد على موهبته وأثبت على مستواه أنه يستحق يكون في الفريق الأول وهو موهبة حقيقية. هنا تشوف الأوروبيين كيفاش يديروا الثقة في اللاعبين الشبان ويقيموهم حسب المستوى تاعهم وحسب إمكانياتهم، مش الإضافات اللي يقدروا يقدموها. ولكن للأسف عندنا هنا في الجزائر بعض العقليات تاع الكهول، يقول لك 18 سنة مازال صغير خليه، كي يولي عمره 25 سنة يجيبوه للمنتخب يزيد يلعب عام زوج يقول لك خلاص ولا كبير. تحطيم المواهب بالطريقة هذه عندنا هنا في الجزائر. على كل حال نتمنى ابراهيم مازا يستدعاوه للمنتخب الجزائري ويجيبوا بيتكوفيتش، وهذا اللاعبين تقدر حتى كي تجيبهم للمنتخب الجزائري ما تلعبهمش من المباراة الاولى اساسيين، تقدر في المباراة تلعبوا 10 دقائق 20 دقيقة مرة شوط، مباراة ودية تلعبوا مباراة كاملة باش تسييهم وتجربهم وتشوف هاد اللاعبين هل يقدروا يقدموا الإضافة للمنتخب الجزائري أو لا. صراحة في ظل النقائص اللي عندنا في المنتخب الجزائري أنا أشوف هاد اللاعبين يقدروا يقدموا إضافة كبيرة للمنتخب الجزائري. إبراهيم مازا اللاعب الأول باش نكملوا معاه، هو لاعب يلعب في خط الهجوم، يلعب الأمام، يقدر يلعب كرأس حربة، يقدر يلعب ناف إدمي، يقدر يلعب كجناح أيمن أو كجناح أيسر أو في وسط الميدان في التنشيط الهجومي، يعني لاعب صراحة في الهجوم متعدد المناصب ولاعب رائع جدا، وأنا شفته في التنشيط الهجومي يلعب 10 ما شاء الله، لاعب رائع جدا في التحرك بالكرة أو بدون كرة وفي طريقة استحواذ الكرة رهيبة جدا، لاعب متكون على الطريقة الصحيحة اللي نتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه نشوفوه في المنتخب الجزائري. ايضا عندنا اللاعب الثاني اللي هو الياس بن قاره اللي يلعب في نادي بروسيا دورتموند الالماني، عمره 17 سنه، صغير في السن ولكن بامكانيات كبيره ولاعب قابل للتطور، وفي مباراه الوديه الاخيره مع الفريق الاول دورتموند سجل هدف براسيه جميله ورائعه جدا، ولاعب طويل في القامه ما شاء الله عليه 1.90 جباري، صغير في السن، يعني لاعب رايح ويتطور بدنيا قوي صراحه. في الدفاع اللاعب هذا انا نشوفه لو كان يديروا فيه الثقه يجيبوه يلعبوه اساسي، علاش؟ لانه في الكرات العاليه اللي هي نقطه ضعف المنتخب الجزائري في هذه الحاله هذا اللاعب جيد ورائع جدا، سوى انه من الناحيه الدفاعيه الكرات العاليه يسيطر عليها كلها ويخرجها بالطريقه الرائعه والجيده، ايضا في الركنيات كي تكون الركنيه مثلا لفريقه يسجل منها الاهداف، والهدف اللي سجله في المباراه الاخيره مع دورتموند من ركنيه ارتقى وسجل هدف بطريقه رائعه جدا بحكم القامه طويل تسمح له الطول باش يلعب الكرات الهوائيه، زائد على ذلك الارتقاء ما شاء الله رائع جدا، لاعب جهاز جهازيه كبيره اللي نقدر نستفادوا منه في المنتخب الجزائري، نبنيوا عليه حاضر ومستقبل المنتخب الجزائري، لانه هذا اللاعبين زوج 18 سنه
وواحد 17 سنة، وهذا هو الجيل اللي لازم نعاولوا عليه. نشوفوا حاليا إسبانيا أو فرنسا يعتمدوا ولاو على اللاعبين اللي هما صغار في السن، يعني ما ولاش يهم العمر، يهم إمكانياتك واش تقدر تقدم. نشوفوا يمين يمال 17 سنة، نشوفوا بيدري، نشوفوا غافي، نشوفوا جمال موسيالا، العديد من اللاعبين اللي هما صغار في السن ويعتمدوا عليهم ويلعبوا في المنتخبات الأولى. علاش حنا ما نستثمروش في هاد اللاعبين باش يقدموا لنا الإضافة اللازمة في المنتخب الجزائري. نروح اللاعب الأخير اللي هو الأمين شيخات. هذا اللاعب يلعب في نادي دنماركي، والنادي هذا عريق وكبير اللي هو كوبنهاغن. صراحة هذا اللاعب هو هداف دوري أبطال أوروبا للاعبين الشبان، وقدم موسم ولا أروع، ماكينة تهديف هذا اللاعب، والطول تاعو 1.92 متر ما شاء الله عليه، قباري هو كذلك، مهاجم مثالي بأتم معنى الكلمة. وفي ضعف المهاجمين تاع المنتخب الجزائري لازمنا هذا المهاجم باش إن شاء الله يقدم الإضافة للمنتخب الجزائري. وأيضا هو كذلك في هذا الفترة التحضيرية لعب 3 مباريات مع الفريق الأول كوبنهاغن، سجل هدفين وقدم أسيست، لاعب رائع جدا صراحة، فصفص مع المرمى لا يخطئ، عنده تسديدات قوية، تمريرات رائعة، لاعب ذكي جدا، يعرف كيفاش يستخدم يعني القوة البدنية تاعو كبيفو، مرات ارتكازي لزملائه باش يمرر، كذلك في الكرات العالية قوي جدا، يسجل أهداف، يعني ما شاء الله عليه مهاجم متكامل بأتم معنى الكلمة. لازم إن شاء الله نجيبوا هذا اللاعب ونعطيه له الفرصة ونعولوا عليه في المنتخب الجزائري، لأنه هذا اللاعبين عندك 2 في ألمانيا واثنينهم يمثلوا المنتخب الألماني في الفئات السنية، يعني لازم علينا نجيبهم للمنتخب الجزائري قبل ما تديهم ألمانيا. وأيضا لازم علينا نجيبوا أمين شيخات اللي يلعب حاليا ويمثل المنتخب الدنماركي للشبان، أحسن ما يديوه ويخطفوه علينا، لازم كذلك نجيبوه للمنتخب الجزائري. ايضا ما نساوش باش نتكلموا على رياض محرز، لاعب نادي الاهلي السعودي ونجم المنتخب الجزائري. رياض محرز عليه ضجه كبيره هذه الايام، وشنو هو؟ انه رياض محرز دار عمليه جراحيه وعمليه تجميليه للانف تاعو. كيما راكم تشاهدوا معنا الصوره، انف رياض محرز سابقا كيفاش كان، كان فيه هذيك الخرجه كانه منقار، وحاليا انفه شوف كيفاش راهو يعني مسقم، اللي دار عمليه جراحيه قبل الزفاف تاعو، وحاليا كيفاش اتغير. وكما راكم تشاهدوا معنا هنا هذا الفيديو ايضا في التدريبات وفي التربص مع نادي الاهلي السعودي، كيفاش انه رياض محرز لابس القناع باش يحمي وجهه، يحمي الانف تاعو، ولعل تضرب الكره او يصطدم بزميله باش ما ياثرش عليه وما ياثرش على انفه. على كل حال هذا هو الخبر بالنسبه لرياض محرز اللي راهو داير ضجه كبيره. وما تنساوش تعطونا رايكم على كل المواضيع اللي تكلمنا اليوم بخصوص 3 لاعبين وعلى رياض محرز، رايكم مهم جدا في التعليق. تحيا الجزائر وكل ابناء الجزائر، والسلام عليكم.